السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم محبي مسلسل وأنا أحبك بعد. سيعرض المسلسل في رمضان 2021 قريبا إن شاء الله. سيتم عرض المسلسل على قناة اي تي في وقناة سما دبي. المسلسل هو مسلسل كوميدي ورومانسي. قصة المسلسل كوميدي، تدور أحداثه عن صراعات زوجية تظهر مع مرور الوقت. المسلسل من إخراج خالد جمال وتأليف مريم الهجري ومن إشراف عبد الله السيف ومونتاج عباس سعيد، مخرج منفذ ناصر سعيدي. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو. اشترك في القناة وفعل زر الجرس لكي يصلك كل جديد. والآن ندعكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.